تجاوز صيتها الإبداعي حدود المغرب لينفتح على أشهر الأروقة والمتاحف العالمية. لوحاتها عرضت بمعارض ومتاحف باريس ونيويورك وفرانكفورت وجنيف. إنها الفنانة التشكيلية العصامية شعيبية طلال، أيقونة التشكيل المغربي. يصنفها النقاد الفنيون كواحدة من رواد الواقعية التشكيلية في المغرب، ويضم المتحف الوطني مجموعة من اللوحات للشعيبية التي يعود تاريخها إلى 40 سنة خلت. ولادي راه مشتوكا وهو في السوق ديالنا، هو البير جديد الدفينة تاع تلوش الشام، وداك الشيء عزيز عليا نلبس الحوايج مزوقين ونشوف الحاجة اللي فيها الحياة. ولدت شعيبية طلال سنة 1923 بقرية شتوكا بأزمون إقليم جديدة، ونظمت معرضها الأول سنة 1966 بالدار البيضاء، وقامت بعد ذلك العديد من المعارض بالمغرب والخارج، وحصلت على الميدالية الذهبية لجمعية الأكاديمية الفرنسية للتربية سنة 2003. شعيبية زاد شتوكا منطقة زمور على 13 عام ولا اسمه، وتزوجت ذاك توفى رجل الوالد، توفى على كانت عندها 15 عام توفى الوالد. ورسم كاين في العقل ديالي وفي افكاري، واخا ما قريت شاي قريه باذن الله. يوم باحت شعيبية للمغنيسي بتفاصيل من حياتها الفنيه والانسانيه. حوار أجرته معها الكاتبة فاطمة المرنيسي التي رحلت هي الأخرى لدار البقاء، تحكي الشعيبية عن بداياتها الفنية. ولأني أنا نرسم داك الشيء اللي بحال الطير اللي غادي في السماء، بحال الغرس اللي حطيتيه في الأرض، واش ينوض واش ما ينوض. والرسم ديالي كله أفكار وكله من البيعة ديال بلادي. اعلمي أني منذ الطفولة كنت غريبة الأطوار، لقد كنت أصنع من الزهور تيجانا أضعها فوق رأسي، وهذا ما لم يتعود على فعله أطفال شتوكا. أراك ليا قالوا مرا ما قارية شاي تعالي تشوف، داروا لنا بحال بحمارة، جاو كله درب السلطان، لقوني كنشعل. فكانوا ينعتونني بالمسطية المجنونة، كنت فعلا مجنونة بشقائق النعمان والأقحوان، كنت أبدو لهم غريبة، لكن هذا لم يمنعني من الاستمرار في أن أغطي معظم جسمي بالزهور. حاولت أسرتي أن توقف هذا الأمر، وكانوا يضربونني وكنت أهرب منهم وأختبئ داخل كوم التبن. لعلك لا تعرفين ماذا يعني أن تختبئين داخل التبن عندما تمطر السماء، كل هذا تجدينه في لوحاتي. أما كيف أصبحت رسامة فاعلمي أن كل شخص له طريق مرسوم بكيفية مسبقة. قبل أن أبدأ برسم وقعت لي عدة أحداث، لقاء في ضريح، حلم، حدوث وإرهاصات. رأيت في المنام أنني كنت في الغرفة الصغيرة المؤدية إلى الحديقة، وكانت السماء صافية وفيها أعلام تخفق بشدة كأنها تعصف بها رياح قوية، وكانت الحديقة مليئة بالشموع الموقدة من باب حجرتي إلى مدخل البيت. دخل رجال يرتدون لباسا أبيض،
كان أكثرهم شبابا وبينهما شيخان لهما لحية طويلة، حملوا لي مجموعة من الفراشي جمع فرشات، وقالوا لي منذ الآن سيكون هذا مصدر رزقك. كيف كنت أعيش حين ذاك؟ أنت حقا مضحكة، ماذا كان يمكن لامرأة أمية مثلي أن تفعل؟ كنت أخدم في البيوت، أغسل أثواب الناس وأجفف الأرض، ثم كان هذا الحلم. في اليوم الموالي ذهبت إلى المدينة واشتريت الأصباغ، تلك التي يستعملونها لدهن الأبواب. لم يكن هذا مهما، المهم أن أبدع وأنجز شيئا ما. لقد كنت من قبل أرى ابن طلال يرسم، وكنت أتذمر حين يأتيني بقمصانه ملطخة بالصباغ، ويوم وجدني ملطخة بالأصباغ بدوري شجعني على الاستمرار. عمر الشعيبية في الصغر ما تتخممش تكون شي نهار فنانة، ولا أنا فنان يعني مع سمون. دونك أنا كنت ديما في المدرسة، ديما كانوا الكتب ديالي ديما عامرين بلي ديسان. دي هو الأول قراه هو الفن، ومشى لفرنسا وكمل الدروس ديالو في الفرنسية، وكمل في الطابلوات. إن الصور ديالي أنا وديالو مش واحد. وجاء ذات يوم بيار جوديبير مع الشرقاوي وطلب رؤية أعمالي فأحباها. جوديبير يعني تيشوف دوك الأعمال هكذا وهز عيني، قال بالفرنسية كيف سا؟ قالت لي الشعيبي الله يرحمه سي موا مسيو. كان مع بيار جوديبير، هو هذا بيار جوديبير كان كبير ديال الموزيات ديال أوروبا ديال فرنسا. ملي وريته داك الشيء قال لي ولدي شوف ماش كدير، قال لي امك فنانة. إلا كتغني بالشيطة وتهزي راه هذاك هو الفن. وما درستي وتشوفي واحد الحاجة وتديريها، ما أنا عندي ما كيعجبنيش هذاك الفن. هي دي الشعيبية التي كانت خادمة في النهار ورسامة بالليل، كان التشكيليون يهابون عرض لوحاتهم إلى جانبها. وحتى في الغرون بالي لافياك جا اليشنسكي مع مدير واحد القاعه كبيره في فرنسا، وباش شعيبيه من الحنك للحنك، وقال لي شعيبيه انا تنشكرك اللي جيتي تفيقينا انا بالالوان وبالقوه ديالك. هو من فنان تيعمل التابلو تيعمل 400 مليون، الفنان غالي، وشرى تابلو للشعيبيه غواش بلا ما يقول نشوف الثمن، يعني تكون الثمن باش ما كان ما باش يشوف الثمن. الشعيبية طلال الفنانة الأكثر مبيعا للوحات، كانت لا تعرف لغة الدراهم، ما كتعرفش تحسب الفلوس. وملي بديت نصور كنمشي للمدينة القديمة، كنشوف العائلة تبارك كان يخيطوا بالماكينات،
صورت وكنشوف الناس اللي عيالات لي ميتين لهم رجعتهم خليهم للولاد. حتى دابا بقات فيها قاعده، واخا يكون عندي 10 فرانك نقسم مع دوك العيالات اللي جالي. والله مات لي انسان يخلي الشهره، ان الفن خاصو تدرس حقا وما خاصو شاي يدير راسو هو فنان وباقي ما عارف والو. أسطورة التشكيل المغربي شعيبي يا طلال الملكة. في حوار أجرته معها الكاتبة فاطمة المرنيسي التي رحلت هي الأخرى. نين 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 نين.